متابعين طقس العرب، مساء الخير مجددا في تغطية مباشرة للأحوال الجوية في لواء البتراء مرتفعات الشراع. حاليا الآن احنا على واحدة من أعلى قمم جبال الشراع، وهي جبل مبرك 1727 متر عن سطح البحر. هذه المناطق تشهد منذ ساعات الصباح تساقط غزير للثلوج وتراكم واضح عمل على إعاقة الحياة العامة في هذه المناطق. حاليا هناك تساقط خفيف للثلوج مع رياح شديدة وأجواء شديدة البرودة. درجة الحرارة حاليا تقترب من 2 إلى 3 درجات تحت الصفر. إذن معكم في تغطية مباشرة للأحوال الجوية في لواء البتراء مرتفعات الشراع، حاليا على ارتفاع 1727 متر عن سطح البحر منطقة جبل مبرك. نترككم في لقطات مباشرة للأجواء في هذه المناطق. الأجواء هون شديدة البرودة، نلاحظ التجمد رهيب. التراكمات هون وصلت تقريبا 10 سنتي. قمة جبل مبرك هي واحدة من أعلى قمم المملكة والأكثر برودة، تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير، تصل في بعض الأحيان إلى 3 و4 و5 درجات تحت الصفر. لاحظ الأشجار جمد بشكل رهيب. منظر الثلوج رهيب وسط هاي الأجواء الباردة وشديدة البرودة،